بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على شهداءنا الأبرار، السلام على آباء الشهداء، السلام على أمهات الشهداء، السلام على الأحرار، السلام على الشرفاء في هذا الوطن، السلام عليكن أيتها الحرائر الصابرات المجاهدات. الشهيد عنوان للعزة والكرامة والصمود، هكذا هم الشهداء. يجب علينا أن نتعلم جميعا من هذه المبادئ التي رسمها لنا شهداؤنا الأبرار. الشهداء لم يقدموا أنفسهم إلا من أجل هذه المبادئ. نحن في بلد صغير ولكن نفتخر بكثير من هذه المبادئ والحريات التي أعطانا إياها رب العالمين ورب العباد، وهو المسيطر على الأمور وليست الأنظمة. اليوم نفتخر نحن لكل هذه المبادئ الذي خرج من أجلها شعبنا الذي يطالب بالحرية والكرامة. عندما يفقد الإنسان كرامته ينتهي كل شيء، ويقدم كل شيء في سبيل استعادة هذه الكرامة. ما أغلى تلك النفس، ولكن ترخص عندما تداس كرامة الإنسان. هكذا هم الشهداء، سلكوا هذا الطريق، ومنهم هذا الشهيد المجاهد الشهيد الغالي، والذي تم تصفيته بطريقة بشعة، طريقة سلكها هذا النظام في تصفية الشباب المطالبين بهذه المبادئ. وتكررت هذه المأساة كثيرا ولم تتوقف. نحن خرجنا كشعب بسلميتنا، ولم نكن نحمل ما يعبر عنه النظام بأننا متطرفون. التطرف يحتاج لأدوات قمعية، نحن لا نملك من هذه الأدوات. نحن نخرج رافعين أيدينا لله سبحانه وتعالى، وننادي بأصواتنا، ونقول بأننا شعب مسالم نطالب بحريتنا. وهذا ما جعل الامتداد لهذه الثورة وهذا الحراك، الحراك الذي يبدأ بما يعبر عنه النظام بتطرف، لا يمكن أن يستمر. ولاحظتم كثيرا هناك ثورات كثيرة قامت بعمليات التطرف انتهت، ولكن من يخرج وهو متمسكا بالله سبحانه وتعالى ويناشد الله قبل أن يناشد هذه الأنظمة، يستمر له الطريق، طريق الحق. هذا هو الطريق، طريق الحق الذي نتبعه نحن. ولذلك استمر هذا الحراك بكل سلمية ولا زال مستمرا. عندما يكون هناك ظلم وجور تتمدد المطالب وتستمر المطالب، نحن لا يقيمنا هذا الطيش من قبل النظام وما يقوم به من ظلم واضطهاد وأعمال غير مقبولة لدى البشرية الإنسانية، كما قام مؤخرا بالاعتداء على المعتقلين في سجن جو، ولا زالت الأمهات التي تحترق قلوبهن على أولادهن في هذا المعتقل. هذا الجرم الكبير ألا يجعل مني أنا وأنت أن نتكلم، أن نطالب بهذا الحق، وأن يتوقف النظام عن هذه الممارسة. هؤلاء أبناء الوطن، أنت حكمت عليهم بتهم كيدية
وزج بهم خلف قضبان السجون، يجب أن تعطيهم حريتهم داخل هذا السجن لا أن تعتدي عليهم. بغض النظر عن من حكم على هؤلاء القضاة الذين يرتكبون جرم آخر، ولا نعلم كيف يتم الموافقة على سجن هؤلاء، بعضهم لا ليس له أي علاقة وحكم عليه ظلما وعدوانا فيعتدى عليه داخل هذا السجن. إذن هذا الطريق الذي نسلكه نحن الآن عنوانه الكبير هو المطالبة بالحقوق المشروعة التي يطالب بها كل الشعوب في دول العالم. هذه ليست بدعة نحن ابتدعناها، هذه أصول الحياة. أصول الحياة أن يعيش الإنسان بكرامة عندما يشعر هذا الشهيد وغيره من الشهداء ممن يرخصون هذه النفس في سبيل العزة والكرامة، يقدم نفسه فداء للوطن ولحرية الوطن ولي ولك أنت. هكذا هم الشهداء، غلبتهم هذه النزعة وقدموا أنفسهم. ولا زال الطريق معبد للشهداء ولمحبي الشهادة والشهيد. هكذا يجب أن يرسخ في عقولنا بأننا نتبع مذهب أهل البيت عليهم السلام، ونتبع تلك الحرية التي قدمها لنا إمامنا الحسين سلام الله عليه، التي رصعت بدماء أطهر البشر على هذه الأرض، كله من أجل أن يبقى هذا الدين وتبقى هذه الكرامة. هكذا هم الشهداء، وهذا هو عطاؤهم، ونحن ملزمون أن نحيي ذكرى الشهداء، هذه الذكرى التي ستبقى عطرة. إن كنا نعتقل اليوم بأن من حضر لهذا الحفل وهذه النسبة الموجودة، ولكن سيعقب هذا الجيل أجيال قادمة وتحيي هذه الذكرى وتتغنى بما قدمه الشهيد، لا يمكن لأي جيل قادم أن ينسى شهداء هذه الثورة وشهداء هذا الحراك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا النصر معززا من عنده، وأن يرحم شهداؤنا الأبرار، ويتقبل منا تلك القرابين الطاهرة، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.